خلينا نبتدي بالجرافيك الخاص بمباراه النهارده، مباراه الاهلي وجيما ابا جيفار الاثيوبي في مستهل البطوله الافريقيه وتحديد دور ال 32 بطوله هذا الموسم. مباراه اكيد هتكون صعبه جدا، لكن دايما التاريخ بيتكلم عن نفسه يا دكتور عادل، والنادي الاهلي شارك في البطوله دي لاكثر من مره، يعني مرات عديده طبعا، يعني 29 مره بالنسبه للنادي الاهلي، والالقاب كثيره، حقق 8 مرات بطوله دوري ابطال افريقيا، بنسعى ان شاء الله نحقق التاسعه. التاريخ دايما بيكون في صف النادي الاهلي في هذه البطوله. طبعا هو الاهلي بدا يمكن متاخر شويه، بدا يمكن بعد حوالي 19 او 20 سنه من بدايه البطوله سنه 76، لكن سريعا يعني ما قدر ان هو سنه 81 كان اول مره يوصل الدور قبل النهائي، وللاسف انسحب بسبب طبعا ظروف وفاه الرئيس السادات الله يرحمه. بعديها على طول سنه 82 وصلنا وفزنا باللقب، كان اول لقب للنادي الاهلي 82 على حساب اشانتي كوتوكو في النهائي، طبعا فوز تاريخي في القاهره 3-0، كان كابتن الخطيب سجل هدفين وعلاء ميهوب هدف، وبعد كده التعادل في كوماسي، اعتقد الذكرى كانت اول امبارح يمكن 12 ديسمبر كان اول بطوله افريقيه. 83 برضو وصلنا النهائي وخسرنا امام كوتوكو بهدف يمكن كان في عليه جدل كبير جدا من تسلل من مسافه بعيده كمان، يعني كانت محمد حنصل الحكم الجزائري. بعديها انتقل الاهلي لابطال الكؤوس وخدها 3 مرات متتاليه، بعد رجع وصل النهائي في 87 وفاز بالبطوله، فدي كانت فتره تاريخيه، فتره الثمانينات يمكن يعني الفوز بلقبين وثلاث القاب في ابطال الكؤوس، وايامها على فكره كان ابطال الكؤوس بطوله لا تقل اهميه ولا تقل قوه كمان بالزبط. يعني كان الاهلي لعب فيها فرق زي كانون ياوندي، فرق كبيره جدا في بطوله ابطال الكؤوس، كانت ساعتها الفرق الافريقيه قويه جدا، اكثر قوه من دلوقتي بالظبط. يعني كانون ياوندي الاهلي لما كسبه في 84 كان منتخب الكاميرون اللي كان لسه واخد كاس امم افريقيه في نفس السنه، فكان حاجه يعني كان لسه في عدد كبير من المحترفين في افريقيا بيروحوا في اوروبا، مش زي دلوقتي يعني. دلوقتي يمكن فرق الشمال مسيطره اكتر. بعد كده رجعنا في الالفيه الثالثه بقى، بدايه الفتره التاريخيه الثانيه للنادي الاهلي في 2001 و2005 و6 و8 و12. انهي افضل تاريخيا؟ انهي فتره افضل تاريخيا بالنسبه للنادي الاهلي؟ الفتره الثانيه ولا الاولى؟ هي بص من ناحيه الالقاب يمكن تكون الثانيه، لكن يمكن الاولى كان فيها برضه فطاحل، يعني طبعا كابتن لو انت خدت الفريق كله اكرامي وثابت البطل وشوبير ثلاثه تقال قوي في حراسه المرمى، كابتن حسام البدري، ماهر همام، مصطفى يونس، ربيع ياسين، طبعا كابتن الخطيب، مصطفى عبده، طاهر ابو زيد، مجدي عبد الغني، علاء ميهوب، يعني عارف كل مكان فيه تقال قوي، يعني يمكن الجيل طبعا مع احترام لكل اللي موجودين، بس كان دايما الناس تقول لك ايه تريكه وبركاته الجمعه بالظبط. طبعا كان في سعد معوض واسامه حسني واحمد، ناس كتير قوي تقيله قوي، لكن طبعاً الجيل القديم كان كل واحد في مكانه حاجه عظيمه جدا، لكن طبعا بالارقام لا، طبعا جيل الالفيه عمل ارقام عظيمه جدا.